إلى منطقة تازة قادنا البحث لمحاولة فك لغز من ألغاز الطبيعة المغربية خلال زمن من أزمنتها الغابرة، إلى تازة الوقورة القابعة وراء ثنايا مجالها الصامد والغامض الأعماق. وجهنا قافلتنا أملاً في اكتشاف ثغر جديد من ثغور المعرفة ببعض عجائب الحياة وعلوم كوكب الأرض وتاريخه العجيب. هذا الموطن الذي كان دوماً القبلة الأولى لسلاطين المغرب ولزعاماته الروحية والملجأ النابض بالحياة زماناً، صار اليوم فضاءً هامشياً فاتراً وقفراً خالياً أو يكاد من دبيب كثير من كائناته الوحشية التي غيبها الفناء. اندحرت دبابته وصارت في عداد منقارضات كأن لم تكن تجل ببريته يوماً في نعمة وفي أسرار. وكائنة أخرى بقي منها رسم متحجرات ضمها بعض الغوامض من ثغورها وغياهب بواطنها. يحظى المغرب بجغرافيا طبيعية يحضنها الشمال الإفريقي من موقعه الأقصى والمحدد بالبحر الأبيض المتوسط شمالاً وبالمحيط الأطلسي غرباً والصحراء جنوباً وجنوباً شرقياً. هذا التموقع الذي ينفرد به من بين دول الشمال الإفريقي هيأ له شروط الانتفاع عبر حقبه الجيولوجية والتاريخية المتعاقبة من ظروف متميزة جعلت من أرضه أرض تنوع وتناقضات قوية من حيث التضاريس المتباينة والتنوع الإيكولوجي والبيولوجي الإحيائي. تحزيزات ونتوءات وقيعان عديدة خلفتها أزمنة جيولوجية سالفة تحت اللودية المنسابة بين الجبال والهضاب والفجاج والثنايا المتفاوتة العلو والمكونات الليثولوجية المتنوعة مقاماً هاماً ضمن تركتها الطبيعية. ينضاف إلى هذا الموروث الغدق ما أعقبه توالي حقب من تاريخ بشري متسلسل لثقافات إثنية متمازجة وافدة من قارات وأمصار شتى صهرتها هوية أرضه وجغرافيته القديمة. من مدينة تازة إلى قرية فاس عبارة مأثورة ومعبرة عن الموسوعة لسان الدين بن الخطيب الأندلسي واصفاً رحلته بين واحدة من أعرق مدن المغرب والعاصمة العلمية فاس في القرن الرابع عشر الميلادي. تازة وفي الأصل تيزي بمعنى الثنية أو الممر حسب السياق، اسم مكان يتردد كثيراً بمناطق عديدة بالمغرب وببلاد أخرى في شمال إفريقيا للدلالة على هذه الهيئة التضاريسية التي جادت بها الحقب الجيولوجية بسخاء. من وإلى فضاء تازة سافرت الجغرافيا وتعاقبت الأزمنة الجيولوجية والتاريخية البشرية فأعقبت مزيجاً من تشكيلات تضاريسية خرساء باذخة على ظهر فلواتها. كما أعقبت كائنات من أولى الأحياء التي ظهرت فوق الأرض
ثم شعوبا متلاحقة من هجرات أورو متوسطية وإفريقية وشرقية عبرية وعربية انصهرت في قالب أمازيغي الجوهر، طبع سلوك ساكنته ولسانهم المتميزين بالخصوص شأن شتى مناطق المغرب. ومن أرض تازة سافر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي متراجعين إلى الخلف مسافات حيث ينحصران في الزمن الراهن. هنا بموقع تازة مرج البحران والتقيا قبل ملايين السنين بهذا المضيق القديم الجامع بينهما قبل انسحابهما، إلى حيث التقيا من جديد بالمضيق الحالي بجبل طارق الرابط بين القارتين. ولازال التحول والسفر مستمراً عبر الحركات التكتونية والانتهاضية والتغيرات الطبيعية بعموم أرض المغرب، وبهذا الموقع الاستراتيجي المجبول على جدلية الهدم والبناء الجيومورفولوجي وتفاعل الظواهر الطبيعية والتاريخية وصراع الدول المتعاقبة عبر تاريخه النهضوي. لقد شهدت هذه الناحية بشكل خاص على هذه الفوضى الجيولوجية الخلاقة، فكان أنمست منطقة تازة عاصمة للمغارات والتجاويف الثاقبة العميقة في جوف جبالها وتحت تلالها الرعناء الراسخة. مغارة إفريواتو واحدة من أشهر وأجمل مغارات المنطقة والمغرب وإفريقيا عموماً، حفرة طبيعية تحت جبل بومسعود بمنطقة بابويدير في سياق جيولوجي منتمٍ إلى منطقة تازكا على الأطراف الشمالية لجبال الأطلس المتوسط القديمة البناء الجيولوجي الغنية بمواردها المائية وغطائها النباتي. بئر طبيعية تحت عمق 271 متراً تقريباً محفورة بالجبل تكتنفها آبار متعددة ودهاليز وغرف وأسرة أنهار باطنية تواصل جريانها بمجار واسع وتزدان أشكالاً وهيئات بنائية عجيبة على جنبات مساراتها العديدة وفوق أحواضها المائية الغائرة. مغارة شيكر مغارة لا تقل جمالية وأهمية عن إفريواتو بالمجال نفسه، بين مرتفعات تستوطنها قبيلة غياتا وأيتوارين بضاية شيكر الشاسعة. وعاء آخر لعدة مجار باطنية يستقطب مياه محيطه ويقوم بتصريفها في آن، وهو بنفس القيمة الجيولوجية والهيدرولوجية والسياحية. هذه الأنهار السيالة لكلتا المغارتين تقود المياه نحو عين رأس الماء المتدفقة شلالاً منهمراً، يزيد من بهجة الأجواء حول هذا المنتزه على بعد 10 كيلومترات جنوب تازة بمنطقة رأس الماء حيث بداية سلسلة الأطلس المتوسط. كل ما باحت به هذه الأغوار التازوية من بعض خبايا تراثها الطبيعي الخلاب إلى حدود الآن يظل مع ذلك تحت سطوة السائد والمعتاد بالرغم من قيمته الكبيرة. لكن ما سنكتشفه هذه المرة وخلال هذا السفر يبقى سابقة ليس في تاريخ الاكتشافات العلمية بمنطقة تازة ولا حتى بمجمل بلاد المغرب فحسب، بل على صعيد شمال إفريقيا بكامله. اكتشافنا صحبة مجموعة من مستغوري منطقة تازة المتمرنين خلال لحظة تعتبر فارقة وكاشفة عن جديد ليس مألوفاً ولا مما درجت عليه العادة في المجال العلمي بإفريقيا ولا في كثير من بلدان العالم. يتعلق الأمر بمتحجر لزاحف بحري ترك الفناء ذكره على شط بري بعيد كل البعد عن عالمه البحري حيث موطنه الأصلي، كائن من كائنات الحياة القديمة توارى قبل ملايين السنين وراء حجاب كثيف داخل مغارة عميقة واستثنائية تأخر سبر غورها إلى ما بعد استقلال المغرب. المغارة التي تحمل اسم الشعرة حيث طمر الأحفور المكتشف بحد ذاتها تحفة جيولوجية هائلة لم يحالف الحظ أوائل المستغورين على ما يبدو في استغوارها ولا أواخرهم في الكشف عن هذا المتحجر الذي احتوته قبل هذا التاريخ. قبل أشهر فقط وقف الفريق بالصدفة على بقية من نوع خاص ونادر من التماسيح المنتمية إلى زمن جيولوجي غابر. Bienvenue dans le pays des grottes. C'est une région où il y a plusieurs grottes.
لأجل الكشف عن حقيقة هذا الكائن المتحجر المطمور في قراره المكين من داخل التجويف، استقدمنا العالم الأحاث الفرنسي ستيفان جوف الباحث في علم المستحاثات الخاص بهذا النوع من الأحياء النادرة. في طريقنا إلى المأوى بمساراته المتعرجة والمتموجة وسط غابة حرجية من شجر البلوط، تأملنا طبيعة المكان وعناصرها تأسياً بعلماء المتحجرات في الاعتماد على علم الصخور وملاحظة طبقات الأرض وتحديد زمنها لتأريخ المستحاثات وتحديد أعمارها. تحت رحمة الزمهرير وسط هذه الأشكال المعقوفة والمشقوفة قطعاً مشقوقة ومتفرقة، تقدمنا صوب مأوى معزول ومتوار خلف مجاهل هذه الأرض التزاوية المعقدة التضاريس بالموضع المسمى عين تزارت التابع لدوار كوان بجماعة صميعة جنوب تازة. وصلنا المأوى أو بالأحرى المنزل العائلي للسيد حسن المرحب المضياف. أعضاء من الجمعية المغربية للاستغوار والسياحة الجبلية بتازة ضيوف مألوفون بهذا المأوى الحميمي الذي كان دوماً سندهم في رحلاتهم الاستكشافية بالمنطقة، كما كانوا له المؤازرة الطوعية المشجعة للسياحة التضامنية ذات النفع الاجتماعي والثقافي والتنموي نحوه ونحو مناطق أخرى نائية. Ce que vous avez découvert. C'est à eux qu'on doit la découverte du crocodile. Associativement, comme c'est explorateur. Oui. Exactement, c'est des désert très actif, des spéliaux, des vrais spéliaux. Là, c'est Hassan. C'est Hassan. Salam alaikum. Propriété à Belgique. Toujours là, disponible pour tout le monde. Très bien. Oui. هو بقى هو اللي بقى هو اللي بقى هو الوحيد اللي بقى هنايا كل موضع حاولنا ما كان نجبروا على بيتون لي بخي اللي هو ديجا كريم ياك كتحس بيه بانه مستعد وحال طبيعي سي ان بلوس لا لينا ولا ليلو سي بور لي دو لا المنطقه لا كلشي كتجي كتكون عارف واحد الجهه عندك بانها كتجلس فيها ومرتاح فوالا هو اون بلوس بينا راه هو كان نورمالمون كان بدا كيفكر انه يرحل علينا الجفاف شويه القضيه ولكن الحمد لله ملي بداو كيجيو الناس وكيجيو لي جروب يعني صافي فكر الصقرة وبدا كي شويه كيامليغي وبيان سير ما نساوش الدور الكبير نتاع مراتو اللي الطياب ديالها لا يعلي عليه ماشي الشهاده ديالي ولكن شهاده الناس بزاف اللي كيجيو كيقول لك هذيك الماكله نتاع زين خاطرنا نمشيو ناكلوها تبارك الله عليها هما اللي شهروا هذه البلاد هذه البلاد ما كانتش معروفه وهما السبب في التشهير ديالها وهذه وانطلقت ليها السياحه والحمد لله هدف الكبير كيرجع ليهم مرة كيجيو كيبان لك الناس وهذا واه وكنتي مع ولاد اللي تمشي ترحل من هنا ايوا من طبيعة الحال كنت معول ولكن الحمد لله فاش تلاقينا مع هذا الاخوان وهذا ما نقدرش ياك ما نقدرش الحمد لله صراحة كنحسوا براسنا بحال اللي فضائنا انا بعدا شخصيا بحال اللي جالس فضائنا مرحبا بكم السيد حسن وحرمه السيدة زينب مثال في الصبر والمثابرة والترحيب بضيوفهما، يغمران الوافدين عليهم بكرم مشهود وبخدمات تفوق قدرات المكان وطاقاته من فيض نبل أخلاقهما وطيبوبتهما العالية. الدوار ديالنا دوار كوان، هاد البلاصة عين كنقول احنا بالشلحة عين تازرت عين الكرمة. يعني المعيشة هنا شوية صعيبة، كيكون الثلج كيكون البرد والتمارة، وهاد الضياف اللي كيجيو عند هاد المغارة الحمد لله راه حنا زايدين معاهم القدام كنروجو معاهم شوية الحياة والدوار بعيد علينا بشي بعيد شوية بعيد علينا غير حنا بوحديتنا هنا وكنستقبلوا الناس الحمد لله كنحسبهم عائلة ماشي البرانيين. السيدة النبيهة زينب ليست بارعة في فنون الطبخ وتوفير وسائل الراحة لضيوفها فحسب، بل بارعة كذلك في فن التواصل
ومشاركة زوارها بعض جزئيات هواياتهم واهتماماتهم. لا المناظر فيهم ديك الفوقانية في مغارات الشعر ذاك الفوقي فيه مناظر خي أمين مخيم. شتك ديك النوش تدخلتي؟ لا دخلت زكتي بعدو فزكت لا لا طويلة وخافاز كها ماشي كي يقولوا تكسشفت تما واحد الجمجمة ديال التمساح والناس الحمد لله راه كيجيو بزاف على حسب ديك الجمجمة والحمد لله. والد السيدة زينب الشيخ الهادئ المحاور الحكيم العم محمد أتى زائرا كعادته، ولا عجب أن بياض ذاك الغصن الندي من ذاك الأصل الغض الناظر. شكبابا ما عمرو تفطر غير فريلا متدين ديش لوق دي ستينة لوق دي لوق ديفان يفرين ديفان الغنم ألماني طوف نتهوى متفات نتيم دوين نديني إلا لا لا تيم دولور نوش أنا وتغير لولايج نديني نديني نجمع الومنين أخرين واه هم أخا خجلب ورانا شيل غرداتو الزريم شي غرت ندوين ورانا شيل لكم صرانا ستيم دوين تيرو ورانا شيل صدو ما يخسي دين الضوطو راه تحد دين أغريق وراش نددي صورة وميتورة يترصد المنزورة تفقد بالغار تماما عادي دولين أقلب نجي خسر الدنيا تف وتفني تشي خدامنا وين لا تريكات وين كذا يجو رومي جوز علي طرقتي صح من طرقتي ما يني خدم إن غينا شي خدام ما تقرت من الشطب كود الكور نساني شتاش نتا شتاش نخسر باش باش نخسر عقد عقل خبريد النوبة الأولى الثانية الثالثة داروا السبغ الساعات. خلدنا للنوم داخل المأوى الدافئ الهادئ في ليلة باردة وهانية، أجواء شعرية دعبت بداخلنا أمنيات مخملية بلا نهاية، لكن التشوق بتلهف إلى موضوع زيارتنا ظل هو الطاغي على ما عداه من كل الأمنيات. في صباح اليوم الموالي باشرنا مهمة التعرف على ماهية نوع التمساح المتحجر رفقة الخبير الفرنسي من مكمنه الخفي. توجهنا نحو الجبل المسمى جبل الصغير مارين فوق بساط من بزق ثلجي أبيض تعلوه تشكيلات صخرية كسي بعضها درقا ثلجيا أيضا. الجو شتوي مثلج وجد بارد ترتجف من قساوة قره الأبدان. عبر طريق غابوية ترابية دخلنا في حيز جبلي تموجي أخضر على علو يناهز 1300 متر عن سطح البحر. أحرش تعلو الارتفاعات بانسيابية موزعة بين صخور ونتوءات بعضها تعرض إلى طي عنيف وإلى تشوهات تكتونية حولت أقساما منها كتلا مقعرة ومحدبة دون أن تكسر متونها. من داخل هذا الحزام الغبوي الممتد على مد البصر وسط هذه المنحوتات التضاريسية الطبيعية شرعنا في رحلة الأعماق هذه متلمسين الطريق نحو كهف الشعرة المتواري. انتهينا إلى فجوة المغارة أخيراً على مشارف القرية المسمى بتبحيرت. نزلنا في بئر منحدر طيني زلق وموحل تغطيه أوراق الشجر تبلغ مسافته العمودية حوالي 15 متراً.
بعد التسلل بين فجوات من بين الصخور يظهر سرداب رواق واسع معلنا عن بداية انطلاق نزهة جديرة بأن تصنف أجمل نزهة تح أرضية بسلسلة جبال الأطلس المتوسط فوق مجرى وادي الشعرة الباطني. الرحلة داخل التجويف تبدأ أولاً على مسار ندي لا يشهد الجريان سوى خلال فصول الشتاء من كل سنة. ثم يظهر مجرى مائي يسيل فوق مسيل من الحصى والرمل والحجر المتساقط من جنبات المغارة ومن أسقفها. ظلام دامس وصمت لا يكسر سكونه سوى تساقط القطر من السقوف ومن بين الشقوق. حكاية جانب خفي من سيرة قطرة الماء المثابرة صانعة العجائب والبدائع أينما حلت بل حتى حيثما افتقدت. على الجنبات روائع من لوحات حمرية الملمح كالسيتية ناصعة البياض في جوهرها، وقد رسمت بعناية وتأني معالمها القطرات المجدة الدؤوبة جزء ثانية بجزء ثانية على مدى ملايين السنوات. توغلنا ما دون الكيلومتر الواحد في جوف المغارة لنتوقف أخيراً تحت البلاطة المعلقة التي احتجزت هذا المتحجر المجهول منذ أمد قد يتجاوز 100 مليون سنة أو يزيد. قطعة جميلة. ربما على صعيد أفريقيا، وحسب النظرة الأولى إن كان ما أعتقده صحيحاً فهي نادرة جداً. ثم إنه لا نرى إلا جزءاً من الفك السفلي، وهذا هو القسم الداخلي من الطرف الخارجي للخطم بأسنانه هنا، فهو عظم القواطع أي بمقدمة الفك العلوي. إنه قطعة داخلية من الخطم بطرف فتحة الأنف، يفترض أن يكون المنخر في الأعلى والجمجمة تمتد في الاتجاه الآخر نحو الداخل؟ نعم، أرى عدداً غير يسير من علامات تشخيصية يمكن أن تعين على الخروج بتقارير يصعب أن تكون دقيقة مضبوطة. بعد هذا يجب تحديد إلى أي مستوى جيولوجي تنتمي، وهذا يمكن أيضاً من معرفة تموقع هذا الكائن مقارنة مع آخرين. هذا الجزء تعرض للتآكل، وهكذا فنحن نرى مقدمة المنخر مع أسنانه التي تساقطت، ولدينا نهاية صغيرة حادة في أقصى الحافة قد تدل على كون الخرطوم مائلاً إلى الأمام، وهذا مهم على اعتبار أن الأشكال بخراطيم طويلة وحادة تحيلنا إلى 3 مجموعات تقريباً، ولدينا واحد فعلاً يمتد نحو الأمام بفتحات أنف متجهة نحو الأمام أكثر من الأعلى، وهي مجموعة تالاتوزيكان التي تضم نوع ستينيوزور، وهي مجموعة بحرية بالكامل من بين مجموع بعض العشرات من الأنواع المعروفة لدينا، والتي عرفنا من بينها نوعاً واحداً أو اثنين عثرنا عليهما في أوساط مائية عذبة، والبقية كلها بحرية. هذه الأشكال ليست بحرية محضة، نحن نتعرف على الجماجم والهياكل، وهي لحيوانات باستطاعتها الالتجاء إلى الساحل، فهذه حيوانات جد متكيفة مع الأوساط المائية، لكنها تستطيع العودة إلى وسط بري والذي تتكاثر به بلا شك.
نرى أسنانا طويلة وحادة جدا، يعني أننا لسنا أمام حيوانات قادرة على اقتناص ثدييات ضخمة، نحن أمام حيوانات آكلة الأسماك، وهي أسنان تعادل المقابل الإيكولوجي الحالي لتمساح الهندي الغريال ذي الخطم الطويل والرقيق مع أسنان دقيقة ومدببة والتي تمكن من اصطياد الأسماك بالخصوص. إذن هذا أمر جد مهم. هذا اكتشاف رائع، أليس كذلك؟ بكل تأكيد هذا اكتشاف رائع، لأنه نادر بالمغرب خاصة وأكثر ندرة بأفريقيا. بأوروبا نعرف الكثير منها، فهي جد منتشرة هناك. وما الذي يجب القيام به الآن؟ يجب أولاً أخذ صور عديدة لها ومن واجهات شتى، ويمكن عمل مسح تصويري. هل يستحق القيام باستنساخه؟ تقصد القيام بالقولبة؟ أعتقد أنها أولوية، لأنها تضمن إنقاذ وحفور هذا الكائن من أن يضيع. أظن أنه من الضروري حمايته من التخريب. نعم، ثم دراسته ونشر المقال لاحقاً، أليس كذلك؟ أجل، حظاً جيداً. لبينا بعض فضولنا حول الأحفور حتى فقدنا على إثرها شهية الأسئلة، فرجعنا بشوق إلى المأوى بأجوائه العائلية، نرتشف قرب المدفاة صحون الحساء البلدي الشهية من إعداد الطاهية القريبة زينب. نتبادل أطراف الأحاديث في ليلة سمر نرقب بزوغ صباح وداع الباحث الفرنسي وقدوم الفريق العلمي المنوط بالبحث في شأن الأحفور وقولبة هيكله. بعد مدة كان اللقاء مع جمع من أكثر علماء المغرب اهتماماً بالأبحاث الميدانية ذات علاقة بعلوم الحياة والأرض، يعزز مجهودهم مستغورون أعضاء في الكونغرس المغربي للاستغوار من تازة والدار البيضاء وأجدير. ضمن الفريق كذلك خبراء في وضع الخرائط الطبوغرافية ورسم الأبعاد الثلاثية للمواقع قصد رسم مبيان عن تضاريس هذه المغارة وقياساتها. الإخوان ديال تازا ها هما هنا كيتسناونا. السلام عليكم. بمعية الجميع نستأنف جولة التحري حول التمساح اللغز لنسلك من جديد نفس المسارات داخل التجويف صوبه. Exactement, avec des vertèbres. Donc, باش تكون عندنا واحد الصوره واضحه لهاد المستحات، من الاحسن نديروا لها القالب ديالها شكون ابيلو مولاج ونشرعوا فيها ان شاء الله. باستعمال ماده صمغيه خاصه تقرر استنساخ نظير لهذه العظام عن طريق ما يسمى بالقولبة. سير
J'étais vraiment étonné, surpris, agréablement surpris. ذهلت حقيقة وتفاجأت مفاجأة سارة على إثر هذا الاكتشاف من طرف الأصدقاء المستغربين. بطبيعة الحال الطبقات التي نراها هنا عبارة عن كلس أو جير دولوميتي من أصل بحري مترسب في وسط بحري، هي إذن تماسيح بحرية إن تم الحسم في شأنها، خاصة على مستوى العمر والزمن فسيكون الأمر هاماً جداً، لأن المجموعة التي انتشرت خلال تلك الفترة هي ليتالاتوسيكان التي هي تماسيح سادت بالبحار خلال تلك المرحلة، وسيكون هذا اكتشافاً مهماً بالنسبة للمجال الأحاثي المغربي، وستنضاف بطبيعة الحال إلى الثراء الذي كان أصلاً في جميع المواقع المغربية. موقع ريثما تنجز النسخة المرتقبة، قررنا المشي في مناكب المغارة لاستكشاف المزيد عن جنباتها وملاحقها العديدة. تعرف هذه المغارة أيضاً لدى ساكنة محيطها بإفر أزبغاغ، وهي مغارة كرسية اكتشفت عن طريق الصدفة بعد استقلال المغرب. عمقها يمتد أفقياً حوالي 7 كيلومترات، بما في ذلك امتدادات الملاحق والفروع داخلها. وقد تشكلت على إثر عمليات الانطواء والانكسار في هيئة قشرة الأرض وتسرب مياه الأمطار والمرتفعات المؤدية إلى ذوبان الحجر الجيري على مدى ملايين السنين، شأن معظم المغارات الطبيعية الطويلة الأعمار العميقة الأغوار. كل جزئية بهذه التحفة الفنية المعمارية الطبيعية التكوين والنشأة مهما بدت بسيطة هي في الواقع مفتاح لاستعادة محطات وأزمنة من دهر سحيق خضعت لأحكامه المنطقة التزاوية وأبعد منها مسافة. مليونيات وألفيات صانعة المنعطفات الجيومورفولوجية والبيومناخية والبيولوجية لطبيعة المغرب والشمال الإفريقي بحد ذاته. مراحل سنكرونية متسلسلة زمنياً وتحولات دياكرونية تعرض لها فضاؤها خلال فترات زمنية متعاقبة ولا يزال كذلك. الشعرة عالم أخرس دامس، لكنه يحجب من الأسرار والعوالم ما لا نظير له في أي مكان آخر مكشوف خارجه. كوكب دري جوفي من أرضية تناثرت فوقها قشرة الكالسيت طبقات صغيرة كبرت شيئاً فشيئاً لتتشكل أعمدة بعضها كقوائم الخيل الصافنات الجياد الرافعات إحدى قوائمها. هياكل ومقرنصات وقباب من الكالسيت الخالص ذات أحجام وأشكال بديعة تغطي الأجزاء المقعرة ونطاق التقاء السطوح الحادة الأطراف بين الأسقف والجدران ورؤوس مداخل الصالات وأسفل ما يشبه الرفوف والشرفات. صواعد وهوابط وستائر وأحجار ندية المعاطف تتكلم لغة شاعرية لا يدرك ألغازها سوى المهووسين باستغوار أعماق الأشياء وسبر بواطن الأغوار. هذه التحفة الطبيعية التي نحتتها المياه والزمن تنادي المهتمين المولعين بعالمها إلى إيلائها ما تستحق من تثمين وعناية.
خلال جولتنا داخل التجويف التقينا السيد هشام بناني ومساعديه أثناء انهماكهم في عملية إنجاز مسح تصويري شامل للمغارة وآخر للأحفور المكتشف. علاش اصلح هذا الفوتوغرامتري؟ عندنا بزاف ديال المزايا. بريمامون سي بو ايفالوي لا فوليمتري ديال لاصال فين حنا كنتواجدوا، واش هي صغيره واش هي كبيره اكسيتيرا، كتبين لنا وسيلي زوبستاك اللي عندنا بالنسبه للناس اللي كيجيو اكسيتيرا، يعرفوا كاينه هنا صخره، هنا كاينه حجره، هنا كاين ستراكتيت، هنا كاين ستراكميت. كذلك سي بو ماركي ان باتريمون، ايماجيني كو كاينه اون غرافور روبست، نقوش صخريه ولا دي بانتور روبست. دونك هاد لا فوتوغرامتري اي بيرمي دو لي ميتر اون فالور، كيبقاو باينين دائما الناس كيشوفوهم، وماشي كلشي كيقدر يجي للمغاره باش يزورها ولا شي حاجه، دونك يقدر يشوفها في دارو هو جالس مع راسو. عندنا هنايا دونك توت الوغ اون ابخي لو ليفي توبوغرافيك ولو ليفي فوتوغراميتريك ديال هذاك لا تروفاي ديال المونديبول دو كروكوديل، و فيت في دونك جي ترانسميس سور مون بورتابل لي بروميي ريزولتا. بيان سور سي ان بروميي ريزولتا مي كون بو ديفلوبي بلو تار افيك لو لوجيسيال ا لا ميزون جونتيمون بيان اسي. دابا حنا هنا اون توني ستيريو فوالا، دونك جو بو فو مونتري هو هذا. Donc, c'est un lever rapide qu'on a pris directement sur le téléphone et qui montre déjà la couche où se trouve la trouvaille Hadi, donc le mandibule du crocodile. Et ça nous donne une idée claire de là où il se situe. Et on peut bien sûr après raffiner tout ça et rajouter toutes les données nécessaires. 23.4 23.5 يحاول السيد أيوب النحيلي إنجاز خريطة طوبوغرافية للمغارة بطريقة مغايرة. ستاسيون بي لي دوني تيجيو عندنا ديستانس بارابور هاد لي دو ستاسيون، تيجي عندنا لانكلينيزون ولا زيموت او ميم طون. فاش انا ريسبسيوني انا لي دوني هنايا تنقول لهم انا الحكيم تيقيدو باش يبقى عندنا لي دوني على فوا في لا ماشين بي دي ا وفي الكارني توبو او كاو تتوقع شي حاجه في الماتيريال. دونك فاش ياخذ الستاسيون ابري تياخذ à gauche, à droite, haut et bas. Où tu es au niveau de la station, tu es au niveau de la station. La même chose. Au fur et à mesure. Quelle distance est-ce qu'il y a une distance ? La hasab. Tu es au niveau de la distance qui est très grande. Parce que quand on a une distance qui est très grande, quand on a une précision, c'est très حان الوقت الآن لتفقد النسخة المنجزة. دونك فوالا ها هي لومبرينت الي بريت اسكو نكوليو عليها لو بلاتر باش تعطينا. دابا هادي سي لو نيجاتيف ديال سكون اون غير في هاد لو بلافون في هاد بارو. دونك لو بلاتر فا نو دوني il va nous faire sortir la, le positif d'Yel Hadi. Il y a une reproduction, Inch'Allah, fidèle, je ne dirais pas à 100% parce qu'il y avait quelques petits problèmes de tirage, mais ça va nous donner une reproduction d'Yel, ce qu'on a fait la paroi d'Yel, Inch'Allah. Là, voilà le détail les cantes sur le plafond, le détail de l'os. Bon, c'est des bulles, c'est des petits défauts qu'on va par la suite essayer de chasser, nettoyer le plafond. Exactement. تحصل نظير للهيكل المعلق وحان موعد الخروج من التجويف إلى الفضاء الرحب خارجه. لاحقاً وبعد التحاقه بمختبر تجاربه وأبحاثه بجامعة ابن زهر بأجدير، شرع الأستاذ والباحث الباليونتولوجي موسى مسرور متطوعاً بإنجاز نسخة أخرى بطريقة مغايرة مستعملاً مادة السيليكون. النسخة وضعت تحت تصرف كلية العلوم بالرباط
وهي تحمل رقما تسلسليا يفترض أن يحمله هذا الاكتشاف عند صدور المقال العلمي حيالة. في انتظار نشر المقالة العلمية الرسمية حول هذه المادة العلمية وعن حقيقة ذاك الأحفور والاستنتاجات حوله، ارتأينا أن نغتنم فرصة وجودنا بهذا المجال التزاوي لأجل سبر أغوار تجويف عمودي آخر قصد التقصي بشأن حقيقة لقا أركيولوجية أخرى لا تقل أهمية عن الحالية. يتعلق الأمر بهياكل عظمية أخرى أكد لنا رفاقنا المستغورون التزاويون عن وقوفهم عليها داخل بئر طبيعية مغمورة، في حين راودتنا الشكوك نحن أن تكون لأحدى دبابة المغرب البائدة. خلف سلسلة من المرتفعات وفي قلب غابات منطقة مغراوة بموقع يدعى البحيرة، تقع بئر طبيعية يطلق عليها تمر شلت. وصلنا هذا الموقع ذات صباح فألفينا فتحته وقد طمرت بجذوع الشجر وأغصانها. أزلنا هذا الردم الواقي ونزلنا الهوة العمودية الممتدة على عمق يصل حوالي 60 متراً من ثلاث طبقات ندية السطوح ضيقة الصدوع. وكانت المفاجأة أن تراءى لنا فوق رف هيكل عظمي غض كامل الأجزاء. العظام المكتشفة هنا عظام طرية وحديثة لم تنخر ولم تتكلس، مما يدل على نفوق حديث العهد. إنه سبب كاف ليس لتفنيد النظرية السائدة حول كون الدب المغربي لا يوجد إلا في هيئة عظام متحجرة فحسب، بل كذلك لدحض الحكم على عمرها بطول يفوق 2.5 مليون سنة أو حتى 14 قرنا فقط. اختلف المهتمون بالحياة البرية بين من استبعد وجود هذا الدب المغربي من عدمه بداية القرن 19 إلى أن تم العثور على جلد دبة أنثى مقتولة سنة 1834 بمنطقة الريف قريباً من تطوان، وبعدها توالت اكتشافات لعظامه المتحجرة بالمناطق الجبلية الوعرة غالباً، حيث كان يجد ملاذات تضمن له العيش الآمن. وي ها هو هنايا كاينين عظام اخرين غادي اخرين كاينين هادو شوف هذا اللي كان يجدو الدراري نعم باش حيدنا الشك لقيت واحد الناب اييه ديال الورث هذاك هذاك بعدا ولكن خاطر باين يخلي بلاصتو لا غادي يخليوه بلاصتو هو يبغي باش شوف لان كتتنوى كتقول واش بقره ولا شنو هذه ولا ناب معاه ها هو الورث هذا ما كاينش ما بيهش تخشيش لا ما كاينش تخشيش باش تحيد الشيء زان سيزيف وهادي كان ها هما مازال العظام لو كنت تخدم من هذه الجهه مازال فيها العظام وهادو دياولو نيت هذا هادوك دياولو اه باينين ما كان وقع شي خوي هنا تحت حتى ها لي مولير ديالو حنا ما كنخليو كلشي بلاصتو ما كنبغيش هادشي كان هناك كان هنايا واه هادو كانوا جبدوهم المره اللي دازت لي فيرتابر واه تي تقول جداد انت يا العجب صافي والله الا العجب وها هما مازالين شي وحدين مدفونين هنايا لا كله دابا دابا كله ما تحت دابا هنا ومات هنا مازال هادوك اللي كاسيتي راهم مازالين تحت هادو هادو باينين لا بطل من تما ولا من هنا؟ تابعنا النزول نحو أعمق نقطة بالمغارة الضيقة الجنبات. هادو لي زورس لي زورس راه هادشي ترى ليهم راه كي يهبطوا له هذا الشيء كيديروا فيه ليبيراسيون باش تيفوت لقاش راه كان هنا ديك الوقت فاش كانوا راه الثلوجات ديال الماء خويا ماشي بحال دابا غادي خصك تسميو على فين دي زورس Thank you.
هي عظام أخرى تميزها قشرة كلسية عن الأولى تلوح أمامنا. الهياكل فيما يبدو تعود لدبابة بالغة، وهي بحاجة إلى إجراء خبرة عليها لأجل تحديد أعمارها. أبحاث عديدة أنجزت حول بقايا عظام الدب البني المغاربي إرسوس أركتوس من طرف باحثين أجانب ومغاربة. لقد أعدوا في موضوعها تقارير علمية ضمت تواريخ بقاياه وتوصيفات وقياسات هي في متناول الراغبين في معرفة المزيد عن هذه الدبيات الثدية. تشير هذه الدراسات الحفرية من وجهة نظر جيولوجية إلى انتشار دبابة المغرب قديماً فوق مساحات شاسعة خلال الزمن الباليوليتي الأوسط ما بين 2.5 مليون سنة و 12,000 سنة مضت، وحتى العصر النيوليتي ما بين 10,000 سنة تقريباً و 4,500 سنة قبل الميلاد. تمتد مناطق انتشارها وقتها من حيث بقندل الآن شمالاً إلى أمزميز جنوباً، ومن تازة شرقاً حيث اكتشفت أول بقاياها سنة 1917 إلى منطقة الدار البيضاء غرباً حيث اكتشف أقدمها عمراً. بعد هذا الاكتشاف الجديد سينضاف موقع آخر جد متميز إلى خارطة المواقع الهولوسينية العشر المكتشفة بالمغرب إلى حدود الساعة بعد إفروس عيد سنة 2005، وقد تبنى عليه ربما نظريات جديدة في دراسة مستحاثات الدبابة المغربية والإفريقية قبل انطفاءاتها الأزلية. بعد مدة من مراسلة مراكز علمية مختصة من خارج المغرب في موضوع المتحجر المكتشف بمغارة الشعرة، يرد على فريق المناقبين مقال علمي يكشف حقيقة هذا الكائن المجهول الاسم والنوع بعد أن عفى عنه الزمن ردحاً طويلاً وجعل لأثره سقفاً وقراراً في جوف هذه المغارة بهذا الأطلس المتوسط الشرقي الشمالي. Oui, effectivement, suite au moulage réalisé par nos collègues marocains. بناء على القولبة التي أنجزها زملاؤنا المغاربة لهذا النوع، وهي في الحقيقة الطريقة الأكثر بساطة للحفاظ عليه نظرا لأن اقتلاعه معقد بل مستحيل وخطير جدا من ناحية السلامة. قمنا بنشر الدراسة سنة 2022 وتمكنا من تحديد عمره ما بين 190 مليون سنة و 200 مليون سنة. وهذا شيء لا بأس بأهميته نظرا لانتمائه إلى مجموعة النوع الأقدم المعروف في صعيد أفريقيا. إذن هو نوع تيليوسوريات الذي لم يتحدث عنه كثيرا، لكنه حيوان ينتمي إلى مجموعة بعيدة تماما، فهو لم يعد له وجود وقد انقرض قبل حوالي 30 إلى 40 مليون سنة على الأقل من زمن انقراض الديناصورات. وهذا النوع المغربي ينتمي إلى مجموعة صغيرة من التماسيح البحرية، لكنه لم يكن بحرياً فقط بل باستطاعته أيضاً التنقل على الشواطئ، وهو من مجموعة ذات قوائم جد مهيئة بمعنى أنه من المحتمل تولدها براً وارتيادها للبحر كي تصطاد، ففمه دقيق وأسنانه جد حادة ومعدة للاصطياد. Donc avec leur museau très très fin, leurs dents très fines, très pointues pour aller pêcher. انتهت مهمتنا الاستكشافية، ولعل من حق كل الفريق المساهم في هذا العمل الاستكشافي أن يشعر بنشوة نجاح بطعم الشهد بكشفه عن هذه اللقى الأحاثية الدالة على كون المغرب بالفعل جنة باليونتولوجية حقيقية وحقلا جيولوجيا لا يغادره عبق كل الحقب التاريخية. لا شك أن مثل هذه الدراسات الحفرية تشكل نوعاً من الدعاية السياحية. لقد أنجزت وبمجهود خاص صور بتقنية المسح التصويري لمغارة الشعرة تسمح بزيارتها افتراضياً عن بعد بتقنية 360 درجة. ولعل مغارة الشعرة الآن مؤهلة كي تزار وتصبح محجاً للسائحين والباحثين لتتبوأ مكانة مرموقة تليق بها من بين أهم مغارات العالم، لكن بشروط. Vous savez que parfois, quand on trouve
تعلمون أنه أحياناً حينما نعثر على متحجر استثنائي في مكان ما يصبح هذا المكان مشهوراً، وهذا سيمكن من تعزيز السياحة الجيولوجية بالمنطقة، وبطبع شريطة أن تكون سياحة جيولوجية جداً مراقبة ومدرة للدخل بالنسبة للساكنة المحلية. وأنا ألاحظ وجود دواوير هنا، ولابد أن تستفيد من هذه المغارة ومن هذا الاكتشاف أيضاً. وبإمكان الأهالي والجمعيات أن يضعوا لوحات تعطي معلومات عن تاريخ المغارة أولاً وتاريخها الجيولوجي، لأن موقعها كان موقعاً بحرياً، وشروحات عن كيفية وصوله إلى هذا المكان وكل ما يتعلق بتاريخ الحركات التكتونية وكل هذه الأشياء التي بإمكاننا نجعلها في متناول الزائرين، وهو عمل أساسي لن يكون سوى عملا ضروريا لأجل تثمين هذا التراث. كنطلب أن من الإخوة اللي في جمعيات أخرين، جمعيات الصغوار اللي كاين في المدينة واللي كيتعدوا على رأس أصابع، أن يحافظوا على المغارة، أن أي زائر ما يدخلش بوحده. أن لنا أنا القيسة اللي كنا كندخلوا في الحاج حال هذه، ودابا راه كاين بزاف ديال التهرس، كاين بزاف ديال الصباغات، كاين بزاف ديال الأزبال راه كنجبروا كنجبد اللي كنخرجوا معنا من المغارة. كيف كتشوفوا هذه العظمه الله سبحانه وتعالى اللي حنا فيها؟ خدات ملايين السنين باش تكونت، وفي هاد ملايين السنين عندنا هنا واحد البنك ديال المعلومات، عندنا مستحاثات، عندنا منحوتات، عندنا مسائل كثيره. دونك نحاولوا نكونوا شويه مسؤولين، لان كنتعاملوا مع موروث اللي هو ديالي وديالك وديال جميع المواطنين وديال الاجيال اللي سبقونا واللي مازال ان شاء الله غيستمروا إلى أن يريت الله الأرض وما عليها. هذه الكهوف كنوز وفرص اقتصادية ثمينة، وهي بحاجة لكي تقتنص إلى تأهيل في مستوى قيمتها العلمية والسياحية. وحمايتها والمولعين باستغوارها لا يعني إغلاقها إغلاقاً مؤقتاً معلقاً بتسويف دام لسنوات. فوتت معها فرص استثمارها دونما مدعاة أو مراعاة. Thank you.